سالم. الدولة راهي الآن عندها دعم كبير للمستثمرين. السيد رئيس الجمهورية من خلال التعهدات تاعو 54 أعطى أفق جديد بالنسبة للجزائر، وحتى العنوان الكبير للمشروع هي جزائر جديدة، وبحق هي جزائر جديدة في أنها تدخل في جزائر المستقبل. والمستقبل تاع الجزائر لا يبنى إلا بسواعد أبنائه من خلال الاستثمار الجاد والمسؤول في كل القطاعات.